يا للسعادة، ذلك هو السبب الذي منعني من الاستمتاع بالمشي صباحا. لا أستطيع أن أضيع حتى دقيقة في المشي. لا أستطيع أن أقول شيئا قبل التأكد. أبي، انظر إلى هنا يا أبي، هذا جوز رائع. يا سنان، أرجوك أن تنظر. أرجوك أن تتركني وحدي، إني مشغول. الريح الشمالية الغربية، إن نسبة السرعة هي حسن. ربما سيقلقك الأمر، لقد تغير كليا. إنه على هذه الحالة منذ أن عاد من الرحلة المتنازة قبل أيام. لماذا لا تسأله ما به؟ لقد سألته، لكنه كان يقول إن الوقت مبكر لإخبارك. إنه يبدو حنيفا ولا يتصرف تصرفا طبيعيا كعادته. شرشور، إن والدك يتصرف كالمجنون على ما أعتقد. مجنون؟ شرشور، ليس من الواجب أن تتكلم بهذه الطريقة. والد سنان يدرس شيئا مهما. من يقول ذلك؟ أنا لا أسمح لك بالكلام عن أبي. إذن النجدة. سنان، شيء خطير سيحدث في الغابة، أرجوك أن تجمع أهالي الغابة في الساحة. أبي، هناك شيء ما يدور في ذهنك على ما أعتقد. هيا بنا، نحن سنساعدك أيضا. هيا يا ميمي، هيا. وأنا سأساعده أيضا. شكرا لكم. ماذا سأفعل أنا؟ وجدتها، يجب أن أخبر زعبور بذلك. أيها السادة، لقد طلبت حضوركم إلى هنا لأني أريد أن أخبركم بشيء مهم. والحدث المهم هو أن السماء ستمطر مطرا غزيرا هذه الليلة. وماذا يعني هطول المطر؟ إنه ليس مهما بحيث نستمع من أجل. اسمعوا، إنه ليس يوم مطر اعتيادي، إنه سيكون حدثا مهما، كما إن النهر الرئيسي سوف يفيض بقوة. يا إلهي، ستكون الحالة سيئة وأسوأ مما تتوقعون. قصتك هذا لا يصدقها أي شخص. أنا لا أريد منكم تصديقي أبدا، لكني رأيت بعض العلامات حينما كنت خارجا في نزهة، ومنذ ذلك الحين وأنا أقرأ الكثير وألاحظ منسوب مياه النهر. بعد كل هذا توصلت إلى هذه النتائج، كما أني أردت أن أقدر الخسائر التي ستحصل، وهذا هو السبب الذي دعوتكم من أجله. شكرا لك يا سيد رحمون، أنا أصدقك. شكرا لك يا دكتور، شكرا. والآن ليذهب كل واحد منا إلى داره ويحصنها ضد موجة المطر الغزير. سيكون ذلك حدثا خطيرا. هذا صحيح. إذا هيا فلنسرع. قصتك هذا لا يصدقها أي شخص. بالتأكيد إنه موقف مضحك حقا، إنه مازالة حقيقية. حسن، من الطبيعي أن تكون الآراء مختلفة، لكن في ظروفنا الراهنة يجب أن نوحد قوانا لدفع الخطر عن الغابة، لذا أرجوكم أن تتخذوا القرار الصحيح. انتظر يا أبي. باع يا سيد رحمون. ولكن يا أبي، لا أدري لماذا لم تخبرني بالأمر. على كل حال، أنا فخور بك، أعتز بدراساتك القيمة فيما يخص موضوع الفيضان. سعيد باعتزازك هذا، لكني بذلت حياتي كلها من أجل الوصول إلى النتائج هذه. حياتك؟ لقد ترددت كثيرا قبل أن أصرح لكم بقراري هذا. إن الطبيعة عجيبة، ورغم ثقتي التامة بأن المطر سيهطل، إلا أنه قد لا يحصل الفيضان، إذ ليس من الضروري أن يحدث في كل الفصول. هل فهمت يا سنان؟ نعم. إذا لماذا قررت إخبارنا بالأمر الآن؟ لأني فقط أردت درء الخطر،
وكذلك لأنك شجاع بما فيه الكفاية، ولو كنت غير ذلك لاحتفظت بالأمر فيما بينك وبين لالك وسنان كما أعتقد. الآن نخطط للحفاظ على بيوتنا من خطر الأمطار، يجب أن نفكر ونعمل الشيء الضروري والمهم. الآخرون أيضا يجب عليهم أن يفكروا. ولكن يجب أن أنفذ خطتي خلال 3 ساعات و30 دقيقة. ماما، هل أنت خائفة؟ المطر يغسل بغزارة. هذا أنت يا بنان. إني آسف يا أمي، ولكن لا فائدة من الخوف، إني معك فلا تخاف. إنك على حق يا بني، يجب أن نحمي بيتنا مهما كلف الأمر. تماسكي يا ميمي. لكن لا أستطيع أن أمد يد العون وأنا خائفة. سوف لا تمطر بغزارة. هذا صحيح. أرغب في رؤية رحمون بعد أن ثبت كذبه. هذا صحيح أيضا. لنفرض أنه ليس هناك مطر، ما الذي ستفعله يا سيدي ضدهم؟ سأخرج عائلة سنان من الغابة. أمي متفق معك. هل فهمت؟ هذه هي أفضل طريقة ويجب استخدامها. ولكن البناء مرتفع جدا والحوض عال على جانبي النهر. هذا لحفظ مياه النهر من الفيضان. وبعد ذلك نبدأ ببناء السياج. سنان احمل هذه الى الجانب الاخر. امرك. لقد تعبت. نعم بالفعل انا ايضا تعبت قليلا، ولكن يجب علينا ان نستمر. نعم، فمن الواجب علينا ان نتم عملنا. سنكون جاهزين في الوقت المناسب. سنان ليس لدينا وقت. حسنا لا شيء. نعم، فمن الواجب علينا أن نتم عملنا. هناك شيء ما يدور في ذهنك على ما أعتقد. بنان. حسنا، ولكن يجب أن نتعاون مع بعضنا البعض. شكرا لكم، فنحن بعملنا هذا نحمي النهر الوحيد في الغابة. إذا أرجوكم أن تنقذوا بيوتكم أولا. لا تقلق، إن باستطاعة بيتي أن تحمل الكثير من العوارض الطبيعية كالمطر، فدعامته قوية. بيتي متين أيضا، فقد غلفت السقف بطبقة أخرى من البناء وفتحت مرصدا لتصريف المياه. إن بيتي أيضا قوي جدا، فقد سمرته 50 من قطع الخشب القوية على السطوح والشبابيك، ووضعت الكثير من الأشياء الثقيلة فيما بين هذه القطع، حتى أنني سمرت قطعتين من الخشب على الباب خطأ. إنني أفرح حينما أسمع منكم هذا الكلام. إذا ما فعلناه عند النهر كان لحماية النهر من الفيضان. بنان، يبدو أننا سنكون بحاجة ماسة للكثير من الأخصاص والفروع. أنا سأساعدك أيضا. نحاسة لا تخذلني أبدا، سوف لا تمطروا أبدا. هذا صحيح. المنافس أين هو سيرجيو؟ لماذا جميع الناس صدقوا ما قاله والد سنان؟ لكن ما هذا؟ هل تعني أنك صدقت ادعاءات والد سنان؟ كلا أبدا. أنت في طريقك إلى الجنون، لكني لا أصدق أبدا ما يقوله والد سنان، ومن الآن سأسعى لإثبات أنه كاذب كاذب وستر. ولكن كيف؟ سأسأل جورجور. نعم، إنه أقدم ساكن في هذه الغابة، وسبق له أن عاش في الوادي الكبير. نعم،
إني أحترم فكرتك هذه يا سيد عبور. إذن هيا بنا نذهب إلى الواد الكبير. هيا يا عبور. أيها الحجوز جرجول السلام الذي كان يعم غارة الصنوبر دعت مهددا من قبل رحمون. أنا لا أحتمل هذا الوضع إذا فقد عدت بعد 10 سنوات. إذن إن دعاه بوصول مطر الغزير هو أنه مستحيل. لون السماء وهذه السيارات إضافة إلى دراسات طويلة تؤكد أنه من المستحيل التنبؤ بنزول المطر. إنه رائع، سيكون الموقف أكثر متعة. وضع جيد بالنسبة لمنسوب المياه. شكرا لك يا سنان. العجوز جرجور. جرجور العجوز. مرحبا أيها العجوز جرجور، لقد مضى وقت طويل لم ألقك فيه. أنا لا أهتم بما تقول، لقد سمعت أنك قد تنبأت بشيء ما. ماذا تنبؤ؟ ما هذا الذي تفعلونه؟ إلى متى نبقى هنا؟ إلى متى جرجور؟ ماذا تريد أن تفعل؟ كفى يا سنان، ليس لدينا وقت للعراك. لقد ارتفع منسوب مياه النهر، ربما بدأ المطر ينزل عند بداية الجدول، وربما يكون الخطر قد بدأ الآن يهدد الناس، لكن هذا الخزان سوف يحمي حياتنا جميعا. صحيح. نعم نعم، هيا بنا. توقفوا، إن الذي تفعلونه إضاعة للوقت والجهد، حيث أن تقديراتي تقول لن يحصل المطر. لكن منسوب المياه بدأ بالارتفاع السريع. يا للطبيعي أن يحدث هذا، يا للطبيعي أن يحدث هذا، وهذا يعتمد على الرياح وقوتها. لكن يا جرجور. رحمون، أنا لا أريدك أن تفعل شيئا كهذا، من يتحمل المسؤولية إذا لم تفطر السماء؟ سأغادر الغابة أنا وابن سنان إن لم يحصل ذلك. هذا خبر مفرح. أريد أن أسألك، ما الذي ستفعله إذا أمطرت السماء؟ مستحيل، لن تمطر السماء. لكن لنفرض أنها ستمطر، ما الذي سوف تفعله؟ أنا أريد أن أضيف شيئا واحدا، عندما لا تمطر السماء وتلك هي الحقيقة، فأني سوف أرسل 100 من الذئاب الجائعة إلى غابتكم هذه. ماذا؟ يا له من قاتل. وسوف أصدر أوامري إلى تلك الذئاب بأن تأكل هؤلاء الأغبياء الذين اتبعوا تعاليم رحمون. إذا كنت لا تريد أن تأكلك الذئاب توقف. هذا صحيح، توقفوا عن العمل. إنك لست غبيا جدا. أنا خائفة يا أمي، أنا خائفة. والآن سأراكم فيما بعد. ما الذي سوف تفعله؟ أنا لا أحب الذئاب. يا ربي، يجب علي أن أسيرها. سوف أقول لهؤلاء الذئاب أن يأكلوا كل من يتبع أوامر رحمون هذا. ماذا سأفعل يا إلهي؟ إن العجوز جرجور شخص رائع حقا. لقد كانوا يرتجفون جميعا. سوف أعود إلى بيتي. أيها العجوز جرجور، إلى غابة الصنوبر ليست كما كانت سابقا. نحن الذئاب سوف نغزوها قريبا. فرحمون شخص طائش غبي، لماذا لا تستطيع أنت قيادتها لوحدك يا زعبور؟ أيها العجوز جرجور، سوف أكرر ما قلته مرة أخرى، لن تمطر السماء، ويجب عليكم أن تسيطروا على الغابة كدليل للولاء. نعم. يا لثقتك بنفسك. أشكر لكم مساعدتكم، لقد استطعنا أن نبعد الخطر أخيرا. إنني قلق على ميمي. من آسف لأن ابنتي جبانة جدا، ربما تكون قد عادت إلى البيت. فعلت خيرا، حتى لو أن جرجور هدد بذلك فهذا لا يعني شيئا. سنان. الخزان قد انكسر. شكرا لك يا مين، لو لم تكوني قد حذرتنا في الوقت المناسب لكانت حصلت لنا المشاكل. سوف لا أكون جبانة بعد الآن. سوف لا أخاف من الذئاب بعد الآن.
أنت شجاعة، هل استطعت أن تخبرينا عن الخطر؟ نعم يا ابنتي نعم. شوف الآن اذهبوا إلى منازلكم لتحموها من الأمطار، من المؤكد أنها ستكون غزيرة. بدأت السماء تمطر. إن السماء تمطر أحيانا. ألا تصدق ما قاله العجوز درجوب؟ سوف يتوقف المطر حالا. أبي إنما تنبأت به بدأ يتحقق. هذا أسوأ مما توقعناه، من الأفضل لي أن أبقى هنا. شكرا لك يا دكتور نعمان. لا يهمني فيما إذا كانت سيغرق بيتي أم لا، فمن الواجب علي أن أستغل معلومات الطبية في خدمة الآخرين. دكتور نعمان أرجوك أن تشرف على الجميع، هذه أسوأ موجة مطر تمر بالغابة. أسمعت؟ أبي إلى أين؟ سأذهب إلى الجبال، إن زعبور وشرشور وفرفور في خطر. اتركهم وشأنهم يا أبي، سوف تلقنهم هذه الكارثة درسا لكي لا يكذبوا كلامك بعد الآن. إنك لا تعرف ما هي مشاعر الآباء تجاه أبنائهم، إنك صغير. هذا صحيح. لقد تذكرت أن الصخور في قمة الجبل هشة جدا، وعندما تمتص الماء تنهار بسهولة. حتى لو كانوا من الأشرار أو أنهم كانوا أعداءنا فإن حياتهم غالية، حينما يفقد شخص حياته فإنه لا يستطيع إعادتها ثانية. سنان هل سمعت كلامي؟ حاول أن تفكر فيه مليا. دكتور نعمان ماذا؟ حسنا لا شيء. سنان تماسك اصبر يا زعبور. أبي سنان سأساعدك يا أبي. وأنا أيضا. أنا لا أستطيع أن أفهم الوضع الصعب الذي وضعوا أنفسهم فيه. ركض ركض فرفور. أين هو شرشور؟ شرشور! شرشور! هذا رائع! إنه محظوظ، إن جرحه بسيط جدا وسيشفى بسرعة. لقد ارتحت الآن. يا إلهي لم يجرح قط. لقد كنا نغرق في مياه المطر الغزير وكان السنان هو المنقذ لنا. ولكن لقد بدأ الجرح يؤلمني أيضا. كذلك يا والدنيا تبقى تبقى آمال للجميع.